وللمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور أكرم كليوان المتحدث باسم المكتب الإعلامي بمستشفى مصراتة المركزي. بداية دكتور أكرم، يعني ما آخر حصيلة شهداء وجرحى وصلت المستشفى؟ في البداية نترحم على أرواح الشهداء، نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى سواء بالداخل أو الخارج. آخر إحصائية وصلت أو استقبلها مستشفى مصراتة المركزي حوالي 32 جريح كما ذكرتم في التقرير. إصاباتهم متفاوتة بين متوسطة وبسيطة. أغلب الجرحى تم يعني خروجهم من المستشفى، والجزء البسيط منهم يعني تم إيواءهم. عدد بسيط جدا يتم تحضير لإجراء بعض العمليات الجراحية لهم. أؤكد أنه المستشفى مصراتة المركزي إلى هذه اللحظة لم يستقبل ولا حالة حرجة. أيضا استقبلنا بالإضافة إلى 32 جريح، عدد 4 شهداء نحسب عند الله. نعم دكتور أكرم. هذا اللي بالنسبة لآخر إحصائية وصلت للمستشفى لهذه اللحظة. أنا أحدثكم من مستشفى مصراتة المركزي. الوضع طبعا الوضع داخل المستشفى يشهد حالة من الاستنفار الطبي نتيجة لما يحدث أو رد فعل لما يحدث داخل مدينة سرت. الوضع طبعا يعتبر مستقر يعني إلى حد ما. جميع الجرحى حالتهم مستقرة، والآن نحاول أن نقدم الإسعافات الأولية لبعضهم لمن لا يستحقون الإيواء داخل أقسام المستشفى. بالنسبة للمستشفى الميداني نحن على تواصل معهم ومع جهاز الإسعاف الطائر لمزيد من الحالات. إلى هذه اللحظة تعتبر الحصيلة التي وصلت إلى المستشفى تبقى عند الرقم 32 جريح. نعم. طيب دكتور أكرم، يعني اليوم سرت على شفا التحرير والاشتباكات في آخرها كما يقول القادة الميدانيون، هل من استعدادات أو ترتيبات معينة من قبل المستشفى للتعامل مع ربما كم كبير من الجرحى إن حصل اشتباكات كبيرة؟ وأيضا كيف هي الأوضاع والتجهيزات في المستشفى الميداني في مدينة سرت؟ الكل يعلم أن نحن دخلنا في الشهر الثالث من الاشتباكات، مررنا بعديد من الأيام كانت فيها الاشتباكات عنيفة وكانت أعداد الجرحى يعني كبيرة جدا. اضطررنا في هذه في تلك الأوقات للتعامل مع الأوضاع اللي هو بوضع الأولويات واللي هو علاج الجرحى. يستقبل مستشفى مصراتة المركزي أعداد كبيرة من الجرحى، يتم التنسيق مع المستشفيات الخاصة داخل مدينة مصراتة، يقدمون يعني يساعدوا مستشفى مصراتة المركزي في التخفيف عن العبء الكبير اللي يحصل للمستشفى. فبالتالي نحن على استعداد كامل لحدوث أي طارئ، خصوصا كما ذكرت في كلامك أن معركة الحسم اقتربت جدا. نحن نرى ذلك في عيون الشباب يعني بالنسبة لي الجرحى. التفاؤل يعم الجميع سواء من الكوادر الطبية والإنساد أيضا من الجرحى الذين يأتون المستشفى. الاستعدادات كبيرة جدا، والمستلزمات والمعدات الطبية تم توفيرها لما يتناسب مع الأوضاع القادمة في قادم الأيام. بالنسبة للمستشفى مصراتة المركزي هناك لجان تتعاون مع المستشفى، منها لجنة تسبير ومتابعة الجرحى بالخارج، تقوم بدور كبير وكبير جدا في التنسيق في تحويل أعداد من الجرحى حتى يتسنى للمستشفى استقبال أعداد أخرى من الجرحى. فبالتالي إدارة المستشفى والعاملين داخل المستشفى يعون جيدا ما هو الدور المناط لهم القيام به، بخصوصا ظل الأزمة التي يشهدها المستشفى، لأنه يعتبر هو المستشفى الوحيد يعني داخل مدينة مصراتة اللي يستقبل بالجرحى، من ثم يتم تحويل أعداد منهم إلى المستشفيات الخاصة أو تسفيرهم خارج يعني البلاد. ممكن المستشفى الوحيد اللي يتم تعاون معهم في الفترة الماضية إلى هذه اللحظة هو مستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة. نعم. المتحدث باسم المكتب الإعلامي بمستشفى مصراتة المركزي دكتور أكرم كليوان متحدثا إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.